انك انت في تحلها. حالة كده في طلاق حصلت قدامك واستفزتك جدا لدرجة ان انت داخليا كنت شايف ان مثلا الست دي المفروض ما ترجعش للراجل ده، او العكس الراجل ده المفروض بصراحة ما يرجعش الست دي، وانت دورك انك تقول لهم بقى صح. يعني فكروا. حتة صعبة قوي يعني. انا اصلا ببقى قاعد مقتنع تماما ان حالة الزواج دي حالة لا تصلح. بس هقول لحضرتك على حاجة، انا ما بحكمش باللي انا حاسس بيه، لان انا لو حكمت باللي انا حاسس بيه ممكن معظمهم اطلقهم. لان هي انت بتقعد مع الزوجه بتجيب لك عيوب غير طبيعيه في الزوج. ده ما بيصرفش، ما بياكلنيش، ده بيشرب سجاير، ده بيشرب مخدرات، ده بيعرف عليا يعني عنده علاقات. فانا بروح جاي يعني خلاص انت، وهو الراجل ساكت ما بيتكلمش، يعني انت مقر باللي بيحصل. فتبص تلاقي ان انت بعد ما بتتكلم معاهم، طب خلاص خدوا فرصه، تلاقي بعد كده، شوف رغم ان انا في قناعاتي الشخصيه ان حاله الزواج دي حاله فاشله، لكن ممكن تمر سنه اتنين تلاته ويفضلوا عايشين مع بعض، ممكن خمس سنين عشر سنين، يعني يتصلح حالهم هم قاعدين معاك بعد شويه الكلام ويمشي. هو ده اللي انا عايز اقوله فعلا. اوكي، ان هم مش شرط اللي انا شايفه او وجهه نظري الشخصيه ان الحاله دي فاشله او اللي حوالين منهم حكموا ان لا، انا قصدي حاله استفزتك انت، فاهم الحاله؟ يعني انت دلوقتي شايف بقى، ارجوك طلقها، ما الست دي انا بقول لحضرتك كتير الموضوع، وانت غصب عنك حصل حاجه كده كانت مستفزه في حالات احنا اصلا من يعني في مره من المرات في يوم انا رحت المكتب حوالي الساعه 1 الظهر كده، من الساعه 1 الظهر لغايه الساعه 9 احنا بيخش لنا حالات طلاق، يعني حوالي 6 حالات او 7 حالات. قدرت اصلح مثلا منهم حوالي 3 واربع حالات، يعني مستحيل يعني صعب. حالات صعبه جدا. اللي يقول لي انا خلاص انا طلقتها، واحده بتقول لي انا هرمي نفسي من البلكونه لو انت ما طلقتنيش، انا هرمي نفسي قدام عربيه لو ما طلقتنيش، فخلاص يعني انت هتموتي ليه، خلاص نطلقك. طب الحاله النفسيه بقى اللي انت بتقابلها بعد كميه الطلقات اللي انت بتشتغل فيها دي، محتاج دكتور نفساني والله. لا والله والله. لا فعلا بنزعل. هو الميزه في شغلتنا ان احنا بنشوف المشاكل والعيوب، بنروح بيوتنا بنحاول المشاكل اللي احنا بنقابلها بنحاول ان احنا نتجنبها. الله، مع اولادنا، مع زوجاتنا، ده حلو قوي، مع اخواتنا. قصدك ان انت يعني بتتفعز منها يعني؟ الحمد لله 20 سنه جواز والله لحد دلوقتي. الحمد لله. طب اكتر مؤخر صداق كان يعني شفته اتخضيت قوي منه من كتر ما كان غالي، يعني مبلغ كبير، واقل برضو اللي برضو اتفاجئت منه. طب هو اكبر مبلغ مؤخر يعني. صداق مش اتخضيت يعني، اصل ما فيش حاجه الواحد اتخض منها في اوكي. يا رب يبقى كلهم بيكتبوا فلوس كتيره. والله برضو حاجه تسعده جدا. كان مثلا ما يقرب من مليون او 2 مليون جنيه المؤخر الصداق. اما اقل المؤخر فده كتير بيحصل، يعني يقول لك احنا مش عايزين مؤخر، مش هنكتب مؤخر خالص. احنا متفقين على كل حاجه، انا عايزه مؤخر جنيه مقدم وجنيه مؤخر، او مش عايز اكتب مؤخر خالص، او اكتب المسمى بيننا. فبيحصل فعلا ان يبقى في مؤخرات كبيره جدا، وبيحصل فعلا ان، وعلى فكره ده مش مرتبط بالحاله الماديه للطرفين. يعني ممكن الناس يكونوا اغنياء جدا وما يكتبوش مؤخر، مش هيكتب حضرتك مع ايه؟ مش بالفلوس يعني. نعم، انت مع ايه؟ انا مع الـ يعني لو بنتك يعني هتحط مؤخر ولا مش هتحط؟ رد بقى. رد الحته دي مهمه. حضرتك الموضوع ده انا هتحط فيه قريب ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله ما شاء الله، على وش جواز بنت ان شاء الله. ان شاء الله بنتي عندها 19 سنه، ربنا يخليها. وارد ان فلو العريس سمع دلوقتي وانا بتكلم وجاي يقول لي انت قلت كذا، لا هو هي بتبقى حاجه نسبيه يعني كل منطقه ليها الطبع بتاعها، او كل منطقه ليها العرف بتاعها. فممكن نكتب، يعني انا بكتب زي اخواتي البنات ما كتبوا، تكتب 50,000، تكتب 100,000، تكتب 150,000، بتبقى في الرينج ده يعني. يعني مع مؤخر بس متواضع شويه. بيبقى متواضع، مش متواضع ولا هو غالي قوي. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايسرهن مرا اكثرهن بركه. حلو. وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ لينفق ذو سعه من سعته. يبقى كل واحد على قد لحافك مد رجليك. طيب دلوقتي